اخويا الحلي اللي مجنون كيخصك تطلق منه، كون شاد مولاه تلقو. الا مشاني شرا ما مجنون، شو عيني ما كيكونش هاد الحموريات، وكيكون شي حلي عاوتاني ما عندوش شي لعبه في حصو بحالاش بحال الفول ديالو ما عندوش وكيبيعو لك. تكون خروفه بالقرون كيبيع لك حلي. ملي بغي تعرف الحلي مغشوش يكون مجنون ولا شي حاجه، خصك تدورو وتهزو وتدورو. واحد المسائل الله يرحم والديك خصنا نذكركم بها، انه بنادم اللي كيحاول يعيد بالخروف ولا كيحاول يعيد بالحولي، اللي ما عارفش يمشي يجيب بنادم اللي عارف باش يقلب له السنان، راه كتكون نعجه عندها 10 سنين وكيقول لك عندها يلا عام سنان حليب. الله يرحم والدينا، ردوا البال لهذه المساله هذه، وما تشريو حتى شي واحد اللي كيعرف، فهمتي؟ شي واحد اللي كيعرف يديكم يشري لكم اللي كيعرف السنان، راه شي حاجه عندها 6 سنين كيقول لك عندها عام. راه شحال من واحد كيشري خروفه وكيوصلها للدار كيلقاها نعجه عندها 7 سنين كيرميها ما كطيبلوش. الله يرحم الوالدين، فهمتي؟ وكاين مسائل وحده اخرى اللي هي بحال دابا الحولي مثلا، كيكون الحولي ديال العام كيقول لك هو يلا عنده 6 شهور، حيت هو عالي بالعلف والديمارور ديال الدجاج، وشي حاجه عندها 6 شهور وهي عاليه كتخلع الفورمه ديالها كتخلع، اللهم احسن بعد منا. راه ما عاليه هكاك غير بالنقب ديال الدجاج، راه النقب ما خرجوش الناس باش يوكلوه لا عند الكسيبه، راه خرجوه باش يوكلوه للدجاج اللحوم البيضاء ماشي اللحوم الحمراء. الله يرحم الوالدين، ونحاولوا نتجنبوا هذه المشاكل. الله يرحم الوالدين. انا اخويا الطريقه ديال الاستعماليه هذه، كتشد الحولي هكا كتشوف له السنين ديالو، كتشوف له العينين ديالو واش ما مضرورين ما والو، وكتقلب الحولي كتشوف الشوال ديالو واش مزيان واش ما فيه لا ضربه لا والو، يعني كيكون الحولي صافي باين، ما يكون لا مجنون لا حتى شي حاجه. وكما كتشوف بحال هذا الحولي اخوتي، هو دابا باين حولي مزيان داير عقلو مساعف المولاه، هو واقف حداه ترونكيل والله يدير الخير. اخوان السلام عليكم، تبارك الله عليكم. كما كتشوفوا دابا كنتواجدوا حاليا في السوق الاسبوعي ديال مدينه صفرو، واليوم الجمعه مباركه الاخوان، وكما كتشاهدوا دابا الكتيبه الحمد لله راه موجوده والخير موجود عندنا في مدينه صفرو، الاسمنه جد مناسبه، كلشي ان شاء الله غادي يعيد يا بالقليل يا بالكثير. المهم المليح راه كاين اخوتي. بالنسبه للسوق الاخوان الاسمنه الاسعار ما مقاداش. بالنسبه للحولي اخويا المليح راه باين غنشوفها حتى الشعر تقلب، المليح باين او تقلب راه باينه، تقلب تهزو ودورو وتنعسو باش الا كان مغشوش كان باين، ما كيبغيش ينوض، كيبقى في بلاصتو. شنو باش كيبقى كيدور غير بلاصتو؟ لا كان ما كيبغيش ينوض، ها هي هذاك اللي مجنون، اللي مجنون هو اللي مزيان كينوض، ها هي. يعني هذيك الساعه هذيك هي الطريقه باش كيتقلب، هذيك هي الطريقه باش كيتقلب الحولي مجنون. هو العلف ما باينش، العلف راه باين، المهم الماكله راه باينه، وحتى الريحه كتكون فيه. وكاينين الناس عاوتاني اللي كيبيعوا الصفا، اللهم لك الحمد، ولاد الحرام راهم قلالين ما بقاوش كثارين، وصفروا راه بلاصه مزيانه يعني بالنسبه للحولي والاثمنه. الحولي راه ثمن مناسب، راهي ما بين صفر وفاس تقريبا ناقصه 300 درهم في الحولي، 400 درهم في الحولي، فهمتي؟ وهنايا قليلين ولاد الحرام، اكثريه هي ولاد الناس، اللهم لك الحمد، فهمتي؟ والمشا خويا الغش في العلف كاين اللي كياكل داك الديمارور ديال الدجاج كيدير 4000 و400 باش يمكن لك غتعرفو تعرفو من الصوفه ديالو ولا فيها الصفوريه بعد عليه. الا كان اللحم بيض الجلده كتبان بيضه راه حولي صالح، والتريح ديال الدجاج كتشمو له في فمو، فهمتي؟ وبزاف ديال المسائل، ولا يبعد عينا ولاد الحرام. شكرا لكم على المشاهده، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بإعجاب وتعليق، فتشجيعكم يهمنا. دمتم في رعاية الله.